أهلا بكم. أعلنت هيئة مستشفى الثورة في تعز توقف خدماتها الطبية جراء نفاد الوقود، وقال نائب مدير المستشفى أن مادة الديزل التي تعمل على تشغيل المولدات الكهربائية نفدت، ما ينذر بكارثة صحية قد يتعرض لها مرضى قسم العناية المركزة وقسم الغسيل الكلوي، داعيا كل الجهات المعنية إلى سرعة إنقاذ المرضى والعمل على توفير المشتقات النفطية من أجل استمرار تقديم الخدمات الطبية. مرة أخرى يعلن مستشفى ثورة توقف خدماته. في المرات السابقة كان يتم حل مشكلة توقف إمدادات الوقود من قبل متطوعين أو عبر منظمات، إلا أن هذه المعالجات بقيت حلولا مؤقتة لا تلبث أن تعود مجددا، متسببة بتوقف خدمات المستشفى الذي يعد من أكبر مستشفيات تعز. يبدو أن مشكلة مستشفى الثورة لن تجد لها حلا في وقت قريب، في وقت تشهد فيه المدينة حصارا من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع وانهيار شبه كلي في المنظومة الصحية بسبب الحرب. نبدأ النقاش بعد نشاهد التقرير التالي. قبل أشهر اكتفى أحد موظفي مستشفى الثورة بتعز بتحريك خزان الديزل الفارغ. عل هناك من يشاهد تلك اللحظة ويتجاوب مع مئات النداءات التي يوجهها أكبر مشافي تعز وينقذ المشفى من توقف أدواته الكهربائية. مشكلة انعدام الديزل أو قلة الدعم في الديزل نواجهها منذ 7 أشهر، فالمستشفى منذ 7 أشهر أو أكثر أو سنة ونصف بدون موازنة تشغيلية، ولذلك عادة ما نواجه مشكلة في الديزل وفي الأدوية وفي المستلزمات، لكن المشكلة الرئيسية نواجهها في الديزل لأنه كل يوم تتكرر المشكلة وينطفئ المولد ويسبب مشكلة، فالمستشفى مليء بالجرحى والمرضى في العناية المركزة في قسم الغسيل الكلوي. لكن الصورة كالنداءة أيضا مرت سريعا وتفاقمت أزمات المستشفى الواقع في قلب المدينة المحاصرة، وترك المرضى بلا أجهزة كهربائية وبعدد قليل من الأطباء، فقد أدى توقف الرواتب إلى عجز الأطباء عن الوصول إلى المستشفى بصورة منتظمة، واضطر العدد الأكبر منهم للمغادرة، وتركت الأمراض القديمة والجديدة كالكوليرا طليقة في أرجاء مدينة يسكنها مئات الآلاف. تراجعت الخدمات الطبية في المدينة بشكل ملحوظ حتى وصل الحال إلى ما وصفته به المنظمات الصحية العالمية بالكارثي. لكن ومع توافر التعاطف الدولي والزيارات التي قام بها مسؤولون أمميون إلى مشافي المدينة وتلمس حاجاتها، إلا أن الأوضاع ازدادت سوءا بفعل الحصار على المدينة ومنع وصول الدواء والمستلزمات الطبية من قبل ميليشيا الحوثي، وانعدام المشتقات النفطية التي بمنع وصولها تتوقف الأقسام الهامة عن أداء واجبها تجاه المرضى. ويبقى السؤال، إلى متى يظل حال مشافي مدينة تعز حرجا وينتظر المرضى طويلا في غرف مغلقة وسط مدينة محاصرة بالموت والنفس الأخير؟ أبدأ النقاش مع ضيفي من تعز المدير الفني في هيئة مستشفى الثورة الدكتور أحمد الدميني. أهلا بك دكتور أحمد. مرحبا بك أخي العزيز. دكتور أحمد، أطلقتم تحذير عن توقف المستشفى بتقديم خدماته للمرضى، ما هي الأسباب؟ الأسباب أولا كما نتكلم مرارا وتكرارا هي انعدام الميزانية لهيئة مستشفى الثورة منذ أكثر من عام، ونحن نفتقد للميزانية التي كانت تشغل المستشفى بشكل عام ب 800 موظف. حاليا الموظفين بلا رواتب، لا يوجد مشتقات نفطية لتشغل المستشفى، لا يوجد تغذية للمرضى ولا للكادر، لا يوجد قيمة مستلزمات طبية، لا يوجد حتى قيمة المياه. لدينا عدة مشاكل ليس فقط بالديزل أو بالرواتب الكادر، أيضا المياه لا يستطيع المستشفى حاليا حتى أن يوفر هذا المياه، ونعتمد بأغلب الخدمات التي نقدمها كي لا يغلق المستشفى على ما عليه الخير ومنظمة طبية بلا حدود. طيب الآن وضع المستشفى، ما هو الوضع؟ هل توقفتم عن تقديم الخدمات أم ربما هذا تحذير مبدئي ربما حتى تلفت النظر إلى ما يعانيه المستشفى؟ الحقيقة أن الديزل هي أكبر مشكلة نواجهها حاليا منذ أن انقطع دعم منظمة الصحة العالمية في فبراير مطلع العام الجاري.
السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ دعمت المستشفى ب 30,000 لتر تقريبا لمدة شهرين، يعني نستهلك نحن بالشهر الواحد بسبب 14,000 لتر، 2,000 لتر نحصل عليها من منظمة أطباء بلا حدود، بقي لدينا 15,000 لتر. كان المحافظ يدعمنا بتقريبا برميلين باليوم، ولكن هذه الكمية كفت فقط لمدة شهرين، يعني 5 أشهر ونحن نستجدي ونستنجد. ويا أخي ملنا حتى من إداية الاستغاثة، الناس أيضا ملوا منا، ولكن نحن نواجه صعوبة كبيرة. لدينا حالات تحتاج عمليات طارئة، لدينا حالات بالعناية المركزة، لدينا مرضى الفشل الكلوي حياتهم مهددة خلال ساعات إذا يغسلوا. هناك لدينا تجاوب هنا من السلطة المحلية داخل تعد أكثر من مرة، دعموا بكميات بسيطة من الديزل، ولكن يعني يدعمك لخمس أيام وتبقى لأسبوع أسبوعين بدون ديزل، وهكذا الحال. طيب، أشرك معنا في النقاش المتحدث باسم مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عدنان حزام. أهلا بك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا أستاذ عدنان. إذن أكبر مستشفيات تعز مهددة بالإغلاق بسبب استمرار أزمة الوقود، ما الذي يعني هذا الأمر في حين تشهد المدينة انهيار شبه كل الخدمات الصحية في ظل الحرب؟ أعتقد هذا هو نموذج للوضع الصحي بشكل عام في اليمن، كون هناك أكثر حوالي من نصف المنشآت الصحية في اليمن لا تعمل نتيجة لاستهدافها، وكذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك عدم قدرتها لتقديم خدماتها لليمنيين. هناك شح في الإمكانيات في الأدوية، وهذا ما حذرت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تداعيات هذا النزاع وتأثيره الكبير على هذا القطاع الحيوي والهام اللي هو القطاع الصحي. وكذلك ساهمت من خلال بعض جهودها المتواضعة في دعم هذا القطاع. نأمل أن يكون هناك استجابة أكثر من المجتمع الدولي ما يخص هذا القطاع الأساسي، وهو قطاع الصحة الذي أصبح في الوقت الحالي لا يستطيع أن يقدم خدماته للناس. نأمل أن يكون هناك استجابة في هذا الجانب. كما يعلم الجميع أنه إلى جانب استهداف تلك المنشآت هناك شح في الإمدادات الصحية وكذلك الأدوية، وإن وجدت تلك الأدوية لا يستطيع المريض البسيط أن يحصل عليها لأنها تكون باهظة الثمن. نتمنى أن تتكاتف الجهود الدولية وكذلك المجتمع الدولي للنظر لهذه هذا القطاع الهام وأن يوليه اهتماما أكثر. طيب، القائمون على المستشفى والمسؤولون المحليون يتهمون أيضا الحكومة والمنظمات الدولية بالتقصير وعدم دعم المستشفى وتركه يواجه المشاكل. أعتقد نحن كمنظمات إنسانية ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهودنا متواضعة جدا جدا مقارنة بالاحتياجات الموجودة حاليا. بلد تعيش نزاع لأكثر من عامين ونصف، هناك انهيار في المنظومة الصحية، هناك انهيار في المنظومة الخدمية في مجال المياه وكذلك الصرف الصحي، هناك الأوبئة بدأت تتفشى. أعتقد أن المنظمات الإنسانية ومنها منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحاول من خلال جهودها البسيطة أن تخفف من معاناة اليمنيين من خلال استجابتها الطارئة سواء في المجال الصحي أو الإغاثي. طيب، ما الذي يمكنكم فعله في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمستشفى ثورة في تعز؟ ما هي المساعدة الممكنة لتلافي توقف خدمات هذا المستشفى؟ هو من أكبر مشافي المدينة. أعتقد لدينا نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكتبنا في تعز له تقييماته الخاصة وله نظرته الخاصة بما يخص الوضع الصحي في تعز التي تضررت بشكل كبير نتيجة للصراع الدائر حاليا كغيرها من المحافظات التي تأثرت بشكل كبير. نأمل أن يكون كذلك أن تتكاتف الجهود الدولية من أجل ليس فقط مستشفى الثورة الذي في تعز، ولكن المستشفيات العامة التي تستقبل باليوم مئات المرضى. نحن نأمل أن يكون هناك جهد إنساني أكبر أن يحيد هذا القطاع الهام من الاستهداف ومن الصراعات السياسية.
أن يتم رفض هذه القطاع بالمزيد من المواد الصحية وكذلك الأدوية وكذلك الوقود ليتمكن من تقديم خدماته لليمنيين. المتحدث باسم مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عدنان حزم، شكرا جزيلا لك. أعود للدكتور أحمد الدميني. دكتور أحمد، ربما كان لدينا السؤال حول دور السلطة المحلية في هذه الأزمة الآن التي تعاني منها، لكن تحدثت عن 30,000 لتر وجهها بها محافظ تعز. إذن المشكلة هي الآن مع أي من الأطراف، وما هي البدائل التي يمكن أن تلجأوا إليها حتى تستمروا في تقديم خدماتكم الطارئة على الأقل؟ يا أخي، الحلول التي تقوم بها السلطة المحلية هي حلول طارئة، ولكن كحل جذري لابد من عودة الميزانية. هناك مئات الموظفين حاليا بدون أي رواتب، هناك أقسام مغلقة، هناك خدمات متوقفة بالمستشفى لم تعيدها إلا الميزانية. السلطة المحلية يقومون بدورها حقيقة. قبل العيد بأسبوعين وجه وكيل المحافظة الأستاذ عارف جام بعشرة برامين ثم بعشرة أخرى، ولكن هذه العشرة والعشرة لن تكفي لعشرة أيام. ولكن ماذا بعد ذلك؟ هل يوجد هناك مصدر متواطن؟ كان هناك تصريح من مركز الملك سلمان أن الدعم الذي كان يوجه لمستشفى الثورة للديزل عن طريق منظمة الصحة العالمية تحول إلى المنحة اليابانية منذ بداية هذا الشهر، ولكن بدأ هذا الشهر ولا يوجد حاليا أي بوادر لصرف الديزل. كان من المفترض أن تصرف بداية هذا الشهر. إذا المسؤولية على عاتق وزارة الصحة. وزارة الصحة يجب أن تقدم إما حلول جذرية أو حتى حلول مؤقتة. أشكرك جزيلا دكتور أحمد الدمين، المدير الفني لمستشفى الثورة في تعز، وينضم إلينا من تعز مدير مكتب الصحة في المحافظة الدكتور عبد الرحيم السامع. أهلا بك دكتور عبد الرحيم. أهلا ومرحبا بك. دكتور عبد الرحيم، في البداية نود أن نستمع إلى وجهة نظرك حول ملف مستشفى الثورة والإشكاليات الحاصلة الآن وقرار إدارته بالتوقف عن الخدمات، تقديم الخدمات للمواطنين. سعدت بالخير مساء أنت وأستاذ المشاهدين والدكتور أحمد الدميني. يعني الحقيقة أن مشكلة مستشفى الثورة ليست بالجديدة، وأنا أستغرب أن وسائل الإعلام كلما أتت على مشكلة توقف تقديم الخدمات في مستشفى الثورة العام في تعز تبدأ تناقش المشكلة وكأنها حصيلة يومنا هذا أو صباح هذا اليوم أو يوم أمس. هذه مشكلة مزمنة وعاشت على الترقيع، ولكن يبدو أن الرقع اتسع على الراقع، بل أن في الآونة الأخيرة هذا الراقع اختفى. ونحن في كل مرة نقول أن الحل الوحيد لحل هذه الأزمة هو وجود موازنة تشغيلية لهذا المستشفى لكي يقوم بالأعباء الملقاة على عاتقه في خدمة 5 ملايين مواطن وكذلك المحافظات المجاورة. لكن يبدو أننا نؤذن في ملطى. كلما تحدثنا وقلنا أن عدم وجود موازنة تشغيلية ورواتب الموظفين هو السبب الرئيسي، نذهب لمناقشة أمور جانبية ثم نضيع في متاهات هذه التفاصيل التي يتفنن فيها الشيطان. كل ما يمكن أن يتحدث ومن أراد أن يتحدث حول هذه المشكلة تنحصر المشكلة في عدم وجود موازنة تشغيلية للمستشفى. ما عدا ذلك فهي تفاصيل لا يجب أن نخوض فيها كثيرا لأنها تضيعنا. نحن نقول أن السلطة المحلية وزارة الصحة الحكومة الشرعية يجب أن تحضر لحل هذه المشكلة، لكن يبدو لي أن السلطة المحلية وكذلك وزارة الصحة والحكومة الشرعية تريد أن نظل نخوض في هذا الموضوع إلى ما لا نهاية. عندما نتحدث عن توقف الخدمات في مستشفى الثورة قبل شهر من الآن، وعندما تحدثنا قبل 6 أشهر، وعندما تحدثنا قبل سنة، وسنتحدث بعد شهر، المسألة والمشكلة تقع في عدم وجود موازنة تشغيلية. إذا أتى فلان أو علان وتبرع في برميل أو برميلين أو 10 براميل من الديزل واشتغلت المستشفى وقدمت خدماتها لمدة 10 أيام، هذا هو نوع من أنواع الترقيع الذي لا يمكن أن نرقى إلى الحل النهائي. فإذا نحن نخوض في مسألة صارت مزمنة ويجب أن تعالج من جذرها. طيب لماذا تبدو مشكلة مستشفى الثورة إذن؟
كان عصياء الحل لهذه الدرجة، وأن تقول ربما أنه هناك رغبة في استمرار هذه المشكلة من قبل السلطة المحلية والحكومة الشرعية ووزارة الصحة، ما مصلحتهم؟ لا 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 أستاذ سامي، أنا لم أقل أن هناك رغبة من السلطة المحلية أو وزارة الصحة أو الحكومة الشرعية في استمرار هذه المشكلة. أنا أقول أننا كل ما نادينا وزارة الصحة والسلطة المحلية والحكومة الشرعية في حل المشكلة جذريا، جاءتنا المشكلة مرة أخرى بعد شهر بعد ترقيع. هذا الترقيع اتسع يوميا حتى اتسع الرقع على الراقع، لكن لا يوجد رغبة لدى أحد الأطراف في استمرار هذه المشكلة، سواء السلطة المحلية أو وزارة الصحة أو الحكومة الشرعية. لكن هناك نوع من التطفيش والإهمال نستطيع أن نقول، لكن أن توجد رغبة لا، لا أستطيع أن نؤكد هذا، ولا يمكن أن نقول أنه فعلا هناك. طيب بالتأكيد نعم. أن لكم تواصل مع الجهات المعنية، ما هي الردود الواصلة إليكم من قبلهم؟ والله كل ما تحدثنا في هذا الجانب دائما الإجابة تكون إيجابية، لكن الفعل يكون منعدم. طيب تقول أن الحال هو بتوفير ميزانية تشغيلية للمستشفى، هل مستشفى الثورة في تعز هو الاستثناء الوحيد من قبل ضمن كل المستشفيات العاملة في المحافظات المحررة، أم هو وضع عام ربما يعاني منه الجميع؟ لا لا لا، حتى لا ينظر إلى الأمر بأن مستشفى الثورة مستهدف. الوضع يشمل كافة القطاع الصحي في تعز، لا موازنة تشغيلية ولا وقود ولا مرتبات، ومنذ 10 أشهر، حتى لا يقع أو نضع المستشفى مستشفى الثورة في دائرة الاستهداف. طيب هذا على مستوى محافظة تعز، أنا سؤالي كان على مستوى المحافظات المحررة بشكل عام، هل هذه الإشكالية عدم توفر ميزانية تشغيلية يعاني منها كل المستشفيات الحكومية في كل المحافظات المحررة؟ أنا الحقيقة في لقاءات عدة ببعض زملائي من مدراء عموم مكاتب الصحة في المحافظات الأخرى، عندما نلتقي في بعض الاجتماعات في عدن، المحافظات الشمالية دائما وأبدا تعيش نفس الوضع الذي تعيشه تعز من حيث عدم وجود موازنة تشغيلية وعدم صرف رواتب. المحافظات الجنوبية بما فيها أقليم عدن وأقليم حضرموت، هناك جميع الزملاء يفيدون بأن هناك موازنة تشغيلية وهناك أيضا رواتب تصرف باستمرار، هذا للأمانة. طيب سمعنا عن وعود ربما أطلقت من قبل بعض المنظمات والجهات المعنية، ربما مركز الملك سلمان وغيرها من الجهات، أين ذهبت هذه الوعود؟ كلها وعود، أنا الحقيقة لم أعد أثق بأي وعود من المنظمات. المنظمات الدولية تستخدم آلام اليمنيين في جمع المزيد من الأموال، وهذه الأموال لا تصل. أين 33 مليون دولار التي تم التوقيع عليها من ضمن مكرمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؟ فتحت غرفة عمليات طوارئ في عدن، لم يصل إلينا حتى الآن، بل أن زملائنا في عدن يقولون أنهم لم يلبسوا شيئا حتى هذه اللحظة. أين 20 مليون دولار التي جمعتها منظمة اليونيسف لبرنامج الواش؟ أين كل هذه الملايين؟ هذه لا تصل. ربما أن هناك تواصل مع المكاتب التنفيذية التي تديرها الميليشيات، وبالتالي يتم العبث بهذه المساعدات، وعلى المانحين أن يسألوا أين تذهب هذه الأموال. طيب المستشفى هو الآن المستشفى الأكبر ربما داخل المدينة، وكما ذكرت أنه يقدم خدمات لخمسة ملايين مواطن ربما من داخل المحافظة وخارج المحافظة، توقفوا عن تقديم خدمات المواطنين، كيف سيؤثر ذلك على الوضع الصحي المنهار أساسا في المدينة؟ ستضاف إلى الكوارث الأخرى التي تعصر هذه المدينة منذ 3 أعوام، هي ليست بالجديدة. تعز تقدم قوافل من الشهداء سواء في الخطوط الأمامية أو جراء الاستهداف المباشر في القصف على الأحياء السكنية، أو جراء الإهمال وعدم صرف رواتب وانهيار القطاع الصحي ومؤسسة المياه ونظام الصرف الصحي. كل هؤلاء الشهداء هم من ضمن الكوارث أو نتيجة للكوارث التي تعصر بهذه المحافظة منذ 3 أعوام. وتوقف الخدمات الصحية في مستشفى الثورة سيكون من الصعب تفادي حجم الكارثة وإيقاف كرة الثلج التي تتحرك على هؤلاء المواطنون، وكأنه لا يكفي أن هذه المحافظة لا تستقبل أي أموال لتشغيل مكاتبها التنفيذية ومستشفياتها وإيقاف رواتب موظفيها، بل أنه ينقصها أن تزداد الكارثة وتعمها
أن تقف هذه المستشفى عن تقديم خدماتها، خاصة وأنه في الفترة الأخيرة انتهت العقود الموقعة مع مركز الملك سلمان لتقديم الخدمات لجرحى المقاومة والجيش الوطني، ولم يبقى إلا باب مستشفى الثورة مفتوحا أمام هؤلاء الجرحى. فتخيل أنه لمدة شهر واحد تقام 628 عملية جراحية، من الذي يستطيع أن يقوم بعمل حجم هذه العملية داخل المستشفى؟ لو اجتمعت كل المستشفيات الخاصة لن تستطيع أن تقوم ب 50% من هذه العمليات. فإذا إيقاف العمل بهيئة مستشفى الثورة العام في تعز ستكون كارثة الكوارث، وبالتالي فإننا نحذر، ويمكن أن يصل صوتنا هذا إلى الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية التي تجمع الأموال لإغاثة اليمنيين ولا تصل، بأن حجم الكارثة لن تحمد عقبة. هو دكتور عبد الرحيم، من هذا المنطلق ولأهمية مستشفى الثورة ربما وأهمية الموضوع، نحن في قناة بلقيس مركزين على هذا الموضوع والتحذيرات التي تطلق من قبل إدارة المستشفى، لذلك من ظهر اليوم نحاول التواصل مع المعنيين في وزارة الصحة. ربما كان في وقت سابق حصلنا على وعود من قبلهم أن يكونوا معنا على الهواء للتناقش في هذا الموضوع، لكن الآن نفاجأ حتى الآن بعدم الرد والتجاوب معنا من قبلهم. ما هي الرسالة التي تود إيصالها للمعنيين في وزارة الصحة إذا كانوا يستمعوا إليك؟ الله يا أخي، أوصلنا رسالتنا إلى كل المعنيين وبالذات وزارة الصحة. وزارة الصحة يقولون بأن الموازنات مع المحافظة، والمحافظة تقول أننا استلمنا هكذا مبالغ، تم إيضاح هذه المبالغ في كشوفات مؤخرا، جاءت المبالغ التي صرفت على قطاع الصحة مما استلمته السلطة المحلية مبالغ دقيقة وصحيحة، لكن هذه المبالغ كانت عبارة عن فتات ومبالغ تافهة جدا لا يمكن أن تقوم بتشغيل حتى القطاع الصحي لوحده، فما بالك المكاتب التنفيذية. بالتالي فإن وزارة الصحة يقع على عاتقها واجب إنساني قبل أن يكون واجب وظيفي، هو إيجاد موازنة وسرعة صرف الموازنة التشغيلية لمستشفى الثورة وجميع مستشفيات هذه المحافظة، ما لم فإن اختلال أخلاقي ووظيفي يكون قد حصل. أشكرك جزيلا دكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في محافظة تعز، وأيضا الشكر موصول لضيفينا في هذه الحلقة، الدكتور أحمد الدميني المدير الفني في مستشفى الثورة بتعز، وأيضا الأستاذ عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن. تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل كمال حيدر. في الختام، إلى اللقاء.